هذه المظاهرات هي حالة من حالات المطالب. استراحة محارب تنعم بها كعراقي لتشاهد بضع دقائق من حديث هادئ لرئيس الوزراء، الهدوء الذي لم تعهده في سنين عجاف. أما النتيجة فهي صخب وضجيج يحدثه الاتزان ووعود الرجل، حيث بدأت نتائج علاقاته ومشاوراته تتضح شيئا فشيئا. إيران وأمريكا الدولتان الأكثر تناحرا على الساحة العراقية، بينهما ألغاز وأحجيات كان يفكها العراقي على حساب حياته واستقراره المنشود. وبعد مخاض عسير جاءت الحكومة الهادئة بقيافة الكاظم الذي نفض غبار ما مضى بعنوان الاستراتيجية. إذن هي الخطط التي ترسم على خارطة الطريق تعطيك الأمل في تحقيق النتائج المرجوة، لكن المنشود أيضا أحياء السيادة العراقية بوقف التدخلات الخارجية، حوار عميق يبحث في تفاصيل العلاقات الثنائية والثلاثية والجمعية. النفوذ الإيراني الذي لا تريده أمريكا، والأخيرة لا تريد طهران نفوذا لها بالمطلق. الدولتان أمام العراق اليوم الذي يبحث عن سيادته كذلك. يقف الكاظمي بحديث صريح ويحيي الأمل بضبط الوتيرة في التعاون الأمني والسياسي، بعيدا عن أي تهديد أو تحذير يعيق الرئيس الجديد. الخاسر الأكبر كان دوما هو العراق وشعبه الذي لا يزال يذوق مرارة الحروب منذ عشرات السنين، ولا يهتم بشخص رئيس الوزراء، إنما يهتم بنتائجه. لكن النتائج اليوم بدت واضحة الملامح، فرئيس الوزراء يعلنها كوضوح الشمس أن العراق لن يكون بين مطرقة أمريكا وسندان إيران. حل مشكلتك اليوم، ما ترجع اليوم.